حكايات أبطال أسرار مش ببلاش هنعرف ونشوف في شعوب عايشين في العالم تايهين في شعب وحيد متأسس ومتين هنقرا المكتوب هنكبر انت وانتي مكاننا هنا وهنكبر هنا وهنتعلم هنا هنا هنعرف احنا مين والملك شايفنا ازاي وعايزنا نكون ايه مهما كانت حالتك مهما كانت حالتك في مملكتنا اللي مش عاديه احنا في امان لان الملك مش من العالم ده ولانها برضو مملكه مش من العالم ده والملك بنفسه قال ان لينا ملكوت السماوات والنهارده عندنا تحدي جديد في يوم جديد ويلا نبتدي رحلتنا جوه مملكه مش عاديه What?
مملكة مش عادية. وزي ما انتوا عارفين ان احنا في مملكة مش عادية عندنا مشاكل. ليه؟ لان احنا لسه موجودين في العالم، لكن ما تقلقوش، الملك بنفسه غلب العالم وغلب كل المشاكل اللي في العالم. هتسألوني ايه المشاكل دي؟ انا هقول لكم، او مش انا اللي هقول لكم، هادي وشادي هيقولوا لنا ايه المشاكل في فقرة البلاتو مع هادي وشادي. هو مين حضرتك؟ وطي صوتك. هو انت مين؟ انا اللي هستضيفيه النهارده، بس خبيني في اي حته لحسن بيدوروا عليا. هم مين دول؟ مش مهم دلوقتي، خبيني بس. اخبيه حضرتك ايه ده؟ لازم نطلع دلوقتي هوا حالا. لا لا لا، انا مش هينفع اطلع كده. بس يلا ثانيه. والان مع بلاتو مملكه مش عاديه مع هادي وشادي. من بلاتو مملكه مش عاديه بنرحب بيكم، بنقدم لكم النهارده ليله جديده من ليالي بلاتو. رحبوا معانا النهارده بالضيفه اللي محدش شافها قبل كده، نوسه الجاسوسه. يا نوسة، نوسة ده اسمك الحقيقي؟ لا طبعا، ولا ده حتى شكلي الحقيقي، انا متنكرة. يا سلام عليك يا نوسة. طب برضو قولي لنا انت عاملة قلق ليه؟ انا هقولك، انا هبقى القائدة الجماعية السرية، اسمها انا وابن خالتي على امي وخالتي. انا وابن خالتي على امي وخالتي؟ ده ايه الاسم الغريب ده؟ طب هو الجماعية دي هدفها ايه يا نوسة؟ انا هقولك، افتكر معايا كده كم مره وانت صغير كنت راجع لمامتك بدرجه امتحان حلوه وقالت لك ان خالتك جاب احسن منك، وافتكر معايا كم مره دخلت مسابقه وكسبتها وقالوا لك ان خالتك دخل مسابقتين وكسبهم، طلعت الاول على المدرسه ابن خالتك طلع الاول على الاداره، طول الوقت طول الوقت ابن خالتك احسن منك. احنا بقى قررنا هنحارب اي ام بتعمل كده لحد لما نوقفها. عندك حق جدا يا نوسة، الموضوع ده بيحصل في كل البيوت تقريبا يعني، بس قول لنا برضه، وضح لنا يعني انتوا بتعملوا كده ازاي. بص، احنا بننزل نعمل مظاهرات بالنادي فيها بالمساواه ما بين اولاد وبنات الخاله، وعندنا خط ساخن بتتصل بيه بيوصل لك عميل سري من عندنا وبيزرع مايكات في الشقه، واول لما بيجيبوا سيره ابن خالتك بنبعت لك دعم كانهم صحابك يعني، ويخرجوك من الموقف اللي انت فيه على طول. طب لما اخذها في السؤال يا نوسة، هم بيدوروا عليكي ليه؟ وطي صوتك لحسن الحيطان ليها ودان، بيدوروا عليا عشان انا عامله قلق في النظام الاسري ورافعين عليا قواضي. سامع الصوت ده؟ سامع. طب يا جماعه شكلنا هنضطر نقفل في الحلقه دلوقتي، طبعا نوسة ما عندهاش الحل، لكن احنا عارفين الحل فين. يلا خليكم معانا. في مملكة مش عادية احنا عيلة بجد، كلنا اخوات وقرايب وبنتعلم نساعد بعض، يعني لما حد فينا يتعلم حاجة جديدة لازم يشاركها لاخواته علشان كلنا نكبر ونتعلم. علشان كده تعالوا مع بعض نتعلم يا ترى ايه حل المشكلة دي. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطى لنا، رومية 12:6. كل حد فينا دي موهبة أو حاجة مميزة أخدها من ربنا، هي زي الحاجة المميزة اللي ربنا اداها له مختلف عن الحوالي. مملكة مش عادية. كتير بشوف نفسي ضعيف ونكتي دمها مش خفيفة، وتهته في كلامي كتير وبنغلب على طول في الفيفا. كتير بشوف نفسي ضعيف ونكتي دمها مش خفيفة، وتهته في كلامي كتير وبتغلب على طول في الفيفا. مش دايما في جيبي فلوس ومش مميز في الجمال، ولما بقول كلمتي في البيت مش بناخد رأي عيال. وانا زي داود قدامك فرحة وبتنفس بكلامك، انت الصغير انت مليان من الحقيقة أموية. وانا زي داود قدامك فرحة وبتنفس بكلامك، انت الصغير انت مليان من الحقيقة أموية.
بشوف آيات بتقول إن بطل جوه المسيح ومقامي في السماويات وإن ما يتأمن بصحيح كتير بشوف آيات بتقول إن بطل جوه المسيح ومقامي في السماويات وإن ما يتأمن بصحيح وإن سفير في الأرض هنا مختلف وسط الملايين بعلم من هو المسيح أصل أنا دراعه اليمين وأنا زي داود والسفر وموهوم بحاجة اسمها اللغات بيحب يتعلم لغات جديدة ويشوف أماكن جديدة أما دي بقى فاسمها صلصة بتحب الرقص والمزيكا وهي ومينا أصحاب جدا ودايما بيحبوا يعملوا مقالب في بعض وهتشوفوهم في الفقرة الجاية حياتنا النهاردة مع مينا وصلصة. إيه يا ابني انت فين كل ده؟ ايوه انا خلاص قربت اهو انا داخل عليك خلاص داخل عليك. طب بسرعه انجز بقى يلا تعالى. حاضر باي متاخر قوي بص سك. ايوه اديني جيت اهو. ايه بقى عماله تستعجليني ليه؟ في مشكله كده محتاجه ليها حل وقلت مفيش غيرك هيساعدني. ممكن بن سير ده اللي هو يعني ايه بقى؟ يعني طبعا بس بالفرنساوي. طب بص بقى صاحبتي اللي هي قاعده جنبي في الفصل عندها اخت كبيره تمام كانت شاطره قوي في المدرسه لكن صاحبتي مش شاطره قوي يعني فطول الوقت المدرسين يقولوا لها انت ليه مش شاطره زي اختك او يقولوا لها يا ريتك كنت زي اختك. دي حاجه تضايق جدا. ايوه اصل هي كانت بتحكي لي وهي متضايقه جدا عشان هي كانت حاسه ان كل الناس شايفاها وحشه عشان اختها اشطر منها في المذاكره. انت عارفه الحكايه اللي انت بتقوليها دي فكرتني بواحد اعرفه ده كان بقى هادي كده وما عندوش صحاب كتير خالص بس جاره بقى كان عنده صحاب كتير وكان دايما بيحس انه اقل من جاره عشان مش اجتماعي يعني ومش بيعرف يهزر مع الناس زي جاره وكده يعني. المهم يعني طب صاحبك ده عارف يحل مشكلته عشان اقول لصاحبتي يعني انا كمان؟ ما هو الحل في السؤال اللي انا هساله لك دلوقتي لو عرفت تجاوبيه هتعرفي حل المشكله. ماشي قولي السؤال. مستعده؟ ولا هتعملي زي قبل انشراح لما كانت زمان بتقعد تقول لنا انتوا مش جاهزين وانتوا مش هتعرفوا تجاوبوا؟ عارف انا هفكر بعد كده معاك بعد كده مين هي قبل انشراح بس انا مركزه معاك عشان خاطري ما تفقدش تركيزي. طيب ماشي خلاص. مركزه؟ يعني انت مركزه؟ ايوه مركزه. طب هو القطر اسرع ولا البحر اوسع؟ ايه لا شكلك كده مش مركزه. انا عمال اقول لك مش مركزه. ايه الاسئله دي؟ هو القطر اسرع ولا البحر اوسع؟ ده سؤال صعب قوي انت بتمتحني. لا فكري كده هتعرفي صدقيني. اصل بص القطر سريع والبحر واسع والاثنين ما لهمش علاقه ببعض يعني ده لوحده وده لوحده. عليكي نور ما هي دي الاجابه بس كده. امال انت فاكره ايه؟ هي كده بس القطر والبحر حاجتين مختلفين. القطر سريع جدا والبحر واسع جدا لكن ما ينفعش نقارنهم ببعض عشان هما مختلفين كل واحد منهم فيه حاجه معينه بتميزه. بس انا بص انا برضو لسه ما فهمتش ده ايه علاقته بمشكله صاحبتي؟ ما انا هفهمك يا ستي. صاحبي اللي ما كانش اجتماعي ده كان لعيب كوره حريف جدا بيرقص ويجيب اجوان ومجننا كلنا فهو ما كانش اجتماعي لكن كان مهاجم شاطر. أيوه. مهاجم صريح. أيوه. صريح يعني ها. وبعدين عشان كده ما ينفعش نقول ان صاحبي ده كان احسن من جاره لانه ده كان شاطر في حاجه وده كان شاطر في حاجه تانية خالص. انت عارف ان صاحبتي بتعرف ترسم حلو قوي؟ في عيد ميلادي اللي فات اديتني رسمه جميله قوي معلقها عندي في الاوضه. فعلا؟ ايوه. شفتي بقى ده معناه انه انا شاطر في حاجه وانت شاطره في حاجه
ومحدش فينا يقدر يستغنى عن التاني. صح، وده على فكرة نفس اللي بيقوله بولس الرسول بالظبط. بيقول ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. واو. أوكي؟ أنا بحب الرقص والمزيكا وشاطرة فيهم، وأنا بحب اللغات وبعرف أعزف كمان. كل حد فينا شاطر في حاجة مختلفة عن التاني، لكن كلنا بنستخدم مواهبنا دي عشان نساعد بيها بعض ونخدم بيها ربنا، والحاجة اللي انت شاطر فيها ربنا خلقها جواك، خلقها جواك عشان تكبرها وتساعد بيها ناس تانيين. أنا شاطر في حاجة وانتي شاطرة في حاجة غيري، ومحدش فينا يقدر يستغنى عن التاني. لما تكون حياتي ملخبطة، لما تكون نفسي محبطة، بفتكر مكاني فيك وبإيمان بجري حسب النعمة المعطى لنا. رومية 12:6. كل حد فينا ليه موهبة أو حاجة مميزة أخدها من ربنا، هي زي الحاجة المميزة اللي ربنا اداها له مختلفة عن اللي حواليه. ودلوقتي جه وقت الفقرة بتاعتكم اللي فيها بيجي دوركم، اللي فيها بنعمل تحدي جديد في مملكة مش عادية. ايه هو بقى التحدي بتاعنا؟ وانك هتجيب كراسة هتختار 5 حاجات انت شاطر فيهم وبتحب تعملهم جدا جدا وتكتبهم في الكراسة دي، وبعد كده هتعمل ايه؟ هتختار حاجة واحدة من الحاجات دي وهتهدي بيها غيرك او هتساعد بيها غيرك، زي مثلا انك انت بتحب الطبخ او بتحب انك تطبخ او انت كمان بتحب تطبخ يعني وتقف في المطبخ وكده، هتعمل ايه؟ هتعملي طبخة حلوة او اكلة جميلة وهتروحي مديها لحد تساعديه بيه وتهديها بيه. تاني حاجة، انت مثلا او انت بتحب تعمل حاجات بالخياطة او بالخيط وكده، فانت هتعمل الحاجات دي وبعدها هتروح تديها لحد، تدي الحاجة اللي انت عاملها لحد وهتساعده بيها. او مثلا انت بتحب الرسم، فهتعمل ايه؟ هترسم رسمة حلوة وهتساعد بيها حد او تفرحه بيها. او مثلا انت بتعرف تلعب لعبة معينة، فهتختار حد من اصحابك تعلمه اللعبة دي، وحاجات كده انت بتحب تعلمها وهتقرر انك تساعد بيها غيرك في التحدي بتاعنا. بعد ما عملت التحدي هتعمل ايه؟ كل اللي عليك انك هتصور نفسك، هتحكي لنا انت عملت ايه بالظبط، تحكي لنا اديتها لمين، تحكي كل حاجه في الفيديو بتاعك، بعدين هتبعت لنا الفيديو ده على الواتساب بتاعنا على الرقم اللي موجود على الشاشه او على الصفحه بتاعتنا. هنستنى فيديوهاتكم وكل الابداعات بتاعتكم اللي انتوا بتعملوها، احنا متشوقين قوي نشوف كل حاجه انتوا بتعملوها، وهنستناكم الحلقه الجايه في واللي في ستره بيسكن وبيتكل عليه، واللي في ظله يبان.